طيب اسماعيل، هنا التقييم للمشروعات التخرج بيتم بناء على ايه بالنسبه لكم يعني كتماثيل؟ هي طبعا التمثال بيتقيم بناء على نسب التمثال اول حاجه، بعد كده النحت، واخر حاجه دي بتبقى الفينش. يعني هو لازم يكون نسب التمثال مظبوطه، لو بنحت شخص طبيعي تمام. لازم يبقى في نسب معروفه للتمثال، على اساس كده بيتقيم التمثال. في واحد بيبقى عامل نسب غلط بياخد درجه اقل، واحد عامل نسب مظبوطه بياخد درجه كويسه. بعد كده بعد النسب دي بيبقى جزء، والنحت جزء، والفينش اخر حاجه ده بيبقى جزء تاني.